بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير. نحن الآن في ليلة النصف من شعبان، وها هي الشمس تغيب وتأتي هذه الليلة المباركة المليئة بالخير، مليئة بالرحمة. يتجلى الله على عباده وهو يتجلى كل يوم، ولكن هذا الشهر له خصوصية أخي الحبيب، أن الأعمال ترفع إلى الله باستمرار. في الأوقات العادية، الأشهر العادية، ترفع الأعمال الاثنين والخميس، ولكن طيلة أيام هذا الشهر ترفع الأعمال. نحن الآن ذهب النصف الأول من شعبان وجاء النصف الثاني، ولم يبق سوى أسبوعين على رمضان، شهر الله عز وجل، شهر الصيام، شهر الرحمة والمغفرة. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي أن نغتنم هذه اللحظات، أن ندرك أنفسنا قبل انقضاء هذا الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن شهر شعبان، عندما سئل لماذا تصوم كثيرا يا رسول الله، كان أكثر شهر يصومه النبي هو شهر شعبان. قال: ذلك شهر بين يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا كان عندك أي عمل خير اعمله الآن في هذه الأيام المباركة قبل أن يأتي رمضان. إذا كان لديك صدقة وزعها الآن، لأنها ترفع مباشرة إلى السماء. إذا كان لديك عمل بر الآن يعني تصدق به. إنسان محتاج لمساعدة، طيب إنسان أنت لم تكلمه منذ زمن، كلمه الآن، ولو برسالة ابعثها لأقربائك، لأصدقائك، لمحبينك، لإنسان مثلا بينك وبينه بغضاء أو شحناء أو تشاحن، أو بينك وبينه مثلا مشكلة، صالحه الآن. كن أنت من يبادر في الصلح، أنت من يبادر لأعمال الخير، من يبادر، من يسارع في الخير. انظر إلى الأنبياء الذين استجاب الله دعاءهم. دائما أقول: لماذا استجاب الله دعاء الأنبياء؟ لا يستجيب دعاءنا الآن إلا قليلا، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فإذا أخي الحبيب، عليك أن تسارع بالخيرات، لا تنتظر حتى يطلب أحد منك الخير، أنت سارع، أنت بادر به. هذا الشهر أخي الحبيب شهر التفكر والتدبر. عبادة التفكر هذه عبادة عظيمة جدا، غفلنا عنها للأسف. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. أن تتدبر القرآن في هذا الوقت، أن تتفكر في خلق الله، أن تجلس لتحفظ سورة من سور القرآن، لتفكر في معنى آية مثلا من آيات القرآن، أن تقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أعمال البر وأعمال الخير يمكن أن تقوم بها الآن، تغتنم هذه الأيام المباركة. من أفضل الأعمال في هذه الأيام الدعوة إلى الله، أن تدعو إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني أنت الآن أخي الحبيب بقي أسبوعين فقط، يعني فترة بسيطة جدا اغتنمها، قد لا تعيش للسنة القادمة وقد لا تدرك السنة القادمة. اغتنم هذه اللحظات الآن، أكثر من أعمال البر، أعمال البر كثيرة، على الأقل كلمة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. يعني اتق النار، ضع بينك وبين النار حاجز ووقاية وحجاب بينك وبين النار من خلال الصدقة، ولو بنصف تمرة، شق تمرة، نصف تمرة. فإن لم تجد، على الأقل فبكلمة طيبة، يعني تكلم بكلمة طيبة مع جارك،
مع أهلك، مع أبيك وأمك، مع أبنائك، مع زوجتك، كلمة طيبة تفرح بها قلوب الآخرين. هذه الكلمة الطيبة صدق لك في هذا الوقت، في هذه الليالي المباركة. الله يتقبل منك هذه الصدقة وترفع مباشرة إليه. فإذا عمل البر، الصيام يعني الأسبوعين القادمين، ينبغي أن تكثر من الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا كان يصوم شعبان كاملا، تقريبا هو لم يتمه بشكل كامل، ولكن معظم أيام شعبان كان صائما عليه الصلاة والسلام. فهذه فرصة لك لتنظف جسدك من السموم، يعني العلماء يقولون الصوم عملية بلا جراحة، نظف جسدك من السموم، ارفع النظام المناعي قبل رمضان، حاول أن تخفف وزنك، لأن الصيام هو أقوى وسيلة لتخفيف الوزن الزائد، أقوى وسيلة لعلاج الالتهابات المختلفة المزمنة. من لديه مرض مزمن، التهاب مزمن، الصيام ممتاز بالنسبة له، يعني الصوم علاجي، يسمى الصيام المتقطع. جامعة هارفارد نشرت بحثا مطولا عن الصيام المتقطع الشبيه بصيامنا في العالم الإسلامي، أن تصوم تمتنع عن الطعام والشراب 16 ساعة كل يوم، 16 ساعة و8 ساعات تأكل فيهم. فهذا الصيام أخي الحبيب فيه فوائد، فيه منافع، فيه راحة نفسية لك، يعالج الاكتئاب. الصيام يعالج الاكتئاب لأنك حقيقة تمنع السكريات وغير ذلك من الدخول إلى الدماغ، والسكر كما قلنا يسبب الاكتئاب ويسبب الإدمان إلى غير ذلك، يعني في فيديو تناولنا هذا الموضوع. فكلما خففت من الطعام ومارست الصيام في هذه الأيام، صدقني ستتغير حياتك يعني 180 درجة كما يقال. وبالتالي أخي الحبيب، أكثر من الصيام، أكثر من أعمال البر، أكثر من الدعوة إلى الله، انشر هذا العلم النافع، شارك فيديو على الأقل كبسة زر، يعني قد يصل لشخص لا تتخيل أن الله يهديه ببركة هذا المقطع أو هذا العلم. يعني ذكر الناس بآية قرآنية، ذكر الناس بمعجزة قرآنية، انصح، قدم نصيحة حسنة للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني عليك أخي الحبيب أن يعني تمارس أعمال الخير فيما تبقى من شهر شعبان، وتكسب نفسك إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من الفائزين برحمة الله في هذا الشهر المبارك، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من عتقائه في ذلك الشهر، شهر رمضان، أن يجعلنا من عتقاء النار إن شاء الله جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.